اهلا بيكم في فيديو جديد مع ادم في قناه ادم جي اكس للعبه يو ماستر دول. متنساش قبل ما نبدا الفيديو تعمل لايك للفيديو ده بيساعد الفيديو وسنس اكتر، ولو حابب تدعم القناه متنساش تعمل سبسكرايب للقناه ده بيساعد القناه جدا. ويلا بينا على الفيديو بسرعه. عندنا ميشنز بس هنلمها بسرعه. كليم اول اووردز اشطط. وبرده دول باس، بما ان احنا الفيديو اللي فات لعبنا جيم وكسبنا فخدنا الهدايا بتاعتنا. فلو ما شفتش الفيديو ما تنساش تشوفه، هتلاقيه في علامه الاي من فوق دلوقتي، او ممكن تروح على القناه كده وتدوس على الفيديو. ونروح للشوب لان انا عايز اشوف الشوب الجديد اللي حصل فيه. بالنسبه للاكسسوارز دول فيلد، انا شفت حاجات كتيره حصلت غريبه. يعني المات ما فيش حاجه اضافه جديده، تعتبر نفس الحاجات تقريبا. الدول فيلد دي جديدة ودي جديدة، دول الاتنين دول الجداد، والاتنين شكلهم روشين جدا بس دي شكلها اروش، مديها شوية على الطبع الفرعوني يعني. وير بروتكتر مش عارف في حاجة جديدة ولا لا، انا عمري ما اشتريت بروتكتر اصلا. ولايكن طبعا التلاتة ايكونز دول لان انا كنت مشتريهم كلهم، فالتلاتة ايكونز دول جداد. و سبيشال طبعا دول باس مش هشتري دلوقتي. انفينيت امبيرمننت جديدة، اوكي دي ليها فيديو لوحدها عشان هنتكلم على حاجة فيها كمان. و سيكريت باك طبعا مفيش حاجة مفتوحة لي. ريفايند بليد فاضل عليها 3 ايام يبقى نشوف الموضوع ده. فاليانت وينجز فاضل عليها 33 يوم. والليجاسي باك دي اللي انا عامل فيديو علشانها، لان انا كل ما بلعب بحوش الليجاسي توكنز بتاعتي ما بعملش بيها اي حاجه. ف تقريبا معايا 23 ليجاسي توكن، و خلينا نفتحهم. نفتح اول 10 اوبن. المفروض ان الليجاسي باكس المفروض بيطلع لي فيها كارتين بس، والكروت دي ما بينفعش ان انت تحولها لجيمز، انت بتفضل لابسها طول عمرك. بس الفكره ان انت كده كده ما بتتعبش في ان انت تجمع ليجاسي توكنز يعني، فاللي هي حاجه زياده ليك مش هتفرق كتير. ممكن يطلع لك كارت كويس، ما اعرفش ده كويس ولا لا بس شكله بيلمع. انا نسيت فيديوهات يوتيوب بتتصور ازاي. اوكي ده هيطلع في حاجه جامده. مطلعش في اي حاجه. ايه ده؟ ممكن يبقى حلو. When this card is normal summon select and special summon one level 3 tuner monster from your graveyard. ماشي هينفع في مجموعات معينة بس حلو يعني. دست تورنيدو مش وحشة. ماشي دول المفروض الجامدين. وايت نايت دراجون اوكي جامد. وبرر ستاتيو اوف ذا دروت مش وحش برضو، هينفع في فورمات معينة. هنشتري 10 باكس كمان. وهوب اوكي. المفروض ان ده يطلع في حاجه جامده، مطلعش في اي حاجه جامده وده مش جامد مبدئيا. ده كلاسيك يوجيو قوي. وكم
ايل اوكي وهايدرو كوكون ده من ايام ياه. ده حلو يعني، هو مش وحش، هو حلو. لا حلو، وده ما اعرفش. ماشي، ده المفروض بقى يطلع لنا في حاجة جامدة. المفروض شكرا، مفيش أي حاجة. والله اللعبة بتقول إن ده شكله جامد، هنكتشف. ايوه بقى، لا ده حلو، ده حلو ده، يعني هنمشي حالنا بيه. اخر باك هنفتحها، هوب هوب يا جدع، على الذكريات والايام. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو، ده بيساعد الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو حابب تدعم القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ده بيساعد القناه جدا. واشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريب جدا جدا جدا. وسلام.